حكم المباراة نواف شكر الله. مباراة بحاجة إلى هدوء، بحاجة إلى تركيز، بحاجة إلى ضبط الأعصاب. لا نتمنى أن نشاهد أي كروت صفراء أو أي كروت حمراء. يجب على اللاعبين الحذر فيما تبقى من وقت في مثل هذه المباراة. الكرة بتتحول الآن إلى خطأ لمصلحة المنتخب العراقي. طويلة إلى الأمام، كرة بتعود إلى خميس إسماعيل ولكن مقطوعة، عادت عن طريق اللاعب أحمد جبار في الجهة اليسرى. كرة عرضية عالية خطيرة، برافو برافو خالد عيسى، بيتصدى للكرة خالد عيسى بشكل ممتاز، وتحول سريع من الدفاع إلى الهجوم. راشد عيسى الآن بيلعب لكرة في مكان إلى خميس إسماعيل، تأخر فيهم. الكرة مقطوعة عادت إلى أمجد راضي، يحاول المرور، ممتاز خميس إسماعيل في العودة وقطع الكرة، لكن حكم المباراة قريب يحتسب خطأ لمصلحة اللاعب أمجد راضي. كرة طويلة إلى الأمام، تعود الكرة في نص الملعب عن طريق اللاعب أمجد راضي. عادت الكرة مرة أخرى عن طريق أحمد جبار، مقطوعة في نص الملعب بشكل ممتاز كانت من جانب لاعب سعد السرور إلى أحمد علي. أحمد علي يتقدم، أحمد علي يحاول ولكن الكرة أيضا بتتخلص. الكرة بتتخلص، تعود الآن من جديد إلى أحمد ياسين. طويلة إلى الأمام في الجهة اليمنى باتجاه أحمد ياسين، محاولة المنتخب العراقي، فيها كرة عرضية عالية ولكن الكرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. هذا هو المدرب راضي شنيشل، الكرة بتتحول الآن إلى ضربة مرمى. تعود الكرة باتجاه علي مبخوت، مر فيها علي مبخوت، تقدم بيلعب لك كرة، هتاخذ بشكل ممتاز، انطلق فيها علي مبخوت، يا سلام، يحاول المرور فيها، الكرة كانت خطيرة جدا لو وصلت باتجاه حبوش، لكن بعد ذلك الكرة الآن بتتخلص. تعود الكرة الآن في الجهة اليمنى، ممتاز عبد العزيز هيكل، سيطر على الكرة، انضباط، التزام، حتى الآن دور مثالي ودور ممتاز يقدم دفاع منتخبنا الأولمبي. الكرة بتعود باتجاه سعد السرور اللي بدوره بيلعب لك كرة طويلة إلى الأمام، محاولة من راشد إلى أحمد علي، يحاول فيها أحمد علي لكن الكرة أيضا بتتخلص، عادت في الجهة اليسرى، المحاولة لمصلحة المنتخب العراقي عن طريق اللاعب نبيل صباح، نبيل صباح يتقدم في هذه الكرة. المنتخب العراقي في مشواره في هذه التصفيات، في المرحلة الأولى كان مع المنتخب الإيراني خسر 0-1 ثم فاز بهدفين نظيفين، إلى أن وصل إلى هذه المرحلة من المجموعات، والتواجد مع المجموعة اللي يتواجد فيها المنتخب الأوزبكي واللي بفوزه اليوم وصل إلى النقطة الثامنة بعد الفوز على المنتخب الأسترالي. والكرة بتصل أمجد راضي، فيها دفعة من الخلف، واضحة الدفعة، حكم المباراة ممتاز وقريب في اللقطة الماضية يحتسب الخطأ على اللاعب أمجد راضي. طويلة إلى الأمام، كرة بتصل في نص الملعب، إبعاد من جانب اللاعب سعد السرور. تعود الكرة مرة أخرى لمصلحة المنتخب العراقي اللي ما زال يبحث عن طريقة وعن وسيلة يصل من خلالها إلى مرمى منتخبنا الأولمبي، ولكن حتى الآن يجد الطريق مسدودا في وجهه في شوط المباراة الأول. عامر عبد الرحمن وخميس إسماعيل بأدوار دفاعية، عودة اللاعب حبوش وعودة اللاعب راشد عيسى لمساندة الظهيرين. الكرة طويلة إلى الأمام بتصل، محاولة المرور، الآن الهروب والتوغل، الآن المرور، خطيرة جدا هذه الكرة، برافو في اللحظة المناسبة. عامر عبد الرحمن يعود بدور دفاعي قبل أن يصل المهاجم للكرة وهو يواجه المرمى، واحدة من أخطر الكرات العراقية في شوط المباراة الأول. شوف اللقطة الماضية اللي مر فيها من أكثر من لاعب وتحولت الكرة إلى خارج الملعب، ضربة ركنية، برافو عامر عبد الرحمن. شوف اللقطة وشوف اللاعب الخطير جدا والسريع اللاعب مهند عبد الرحيم.
الآن كرة ثابتة وضربة ركنية، والكرات الثابتة يبحث عنها المنتخب العراقي في شوط المباراة الأول. اللاعب رقم 11 اللي واضح في الصورة أحمد ياسين يتقدم، بيلعب له كرة عرضية عالية، حارس المرمى يبعدها في المرات الأولى، سقوط، الحكم يشير إلى استمرار اللعب. عمرو عبد الرحمن، الكرة المرتدة فيها تمريرة إلى علي مبخوت، علي مبخوت يتقدم في هذه الكرة، السقوط الآن واصطدام، الحكم يشير إلى خطأ لمصلحة اللاعب علي مبخوت في هذه اللقطة، وتحديدا على اللاعب ضرغام إسماعيل. شايف هنا المدرب مهدي علي واللي أيضا يطالب اللاعبين بتقديم كل ما لديهم في مباراة اليوم وفي مساء اليوم، يعلم تماما أهمية هذه المباراة، أهمية نقاطها الثلاث. فوزنا اليوم يصل بمنتخبنا الأولمبي إلى 5 نقاط، أي أن الفارق سيكون مع المنتخب الأوزبكي 3 نقاط فقط، وسيجمعنا بهم لقاء هناك في طشقند في نهاية هذه المجموعة. الكرة بتعود الآن في نص الملعب عن طريق اللاعب خميس إسماعيل، يتقدم بيلعب لك كرة في الجهة اليمنى باتجاه اللاعب أحبوش صالح، يضغط على الكرة، الكرة فيها صافرة وخطأ على اللاعب حبوش صالح اللي كان يضغط فيها على المدافع، شايف اللقطة الماضية ومحاولة استخلاص الكرة، لكن الكرة بتتحول إلى خطأ. سعد سرور، 20 دقيقة مرت من زمن شوط المباراة الأول، كرة بتصل فيها الجهة اليمنى عن طريق اللاعب أحمد ياسين، بيلعب لك كرة في مكان، ولكن محمد أحمد خاطئة، تعود إلى أحمد ياسين، طويلة وإلى الأمام، سعد سرور تغطية، خالد عيسى خروج ممتاز، قراءة ممتازة للكرة، السيطرة الآن على هذه الكرة. شوط أول قليل الفرص من جانب الطرفين، منتخبنا الأولمبي استطاع من تصويبه من خارج منطقة الجزاء عن طريق أحمد علي أن يبدأ هذه المباراة. الكرة بتعود عن طريق علي مبخوت اللي يحاول المرور فيها، الكرة بتصل في نص الملعب فيها صافرة وخطأ. خطأ يتنفذ، الكرة عن طريق لاعب زياد خلف بيرسل لها كرة طويلة وإلى الأمام، تعود الكرة باتجاه عبد العزيز صنقور في نص الملعب إلى خميس إسماعيل، لكن الكرة أيضا مقطوعة، عادت للمنتخب العراقي في الجهة اليسرى، محاولة توغل واستغلال أطراف، ولكن عودة خميس إسماعيل بشكل سليم، تعود الكرة في نص الملعب مرة الكرة الآن راشد عيسى، الكرات المرتدة يجب أن تكون بأكثر فعالية، يجب أن يكون التركيز أكبر في الكرات المرتدة، استغلال سرعة علي مبخوت وأحمد علي، المحاولة بتصل في نص الملعب لمصلحة المنتخب العراقي. من جديد تغيير الاتجاه في الجهة اليمنى في مكان سليم، أحمد ياسين خطير جدا، أحمد ياسين لاعب على لاعب بيلعب الكرة عرضية، خالد عيسى خروج في الوقت المناسب. الكرة بتعود الآن عن طريق اللاعب عمرو عبد الرحمن، بيلعب لك كرة في مكان إلى خميس إسماعيل، طويلة وإلى الأمام، علي مبخوت سيطر على الكرة بشكل سليم، عادت الكرة من جديد إلى راشد عيسى، راشد عيسى تغيير الاتجاه في الجهة اليمنى، المحاولة من عبد العزيز هيكل، كنترول ممتاز يتقدم فيها الآن عامر، في الجهة اليسرى إلى راشد عيسى، يحاول المرور بيعدي فيها بشكل ممتاز، عادت الكرة إلى عمر عبد الرحمن إلى راشد في مكان في الجهة اليسرى، البحث عن التوغل، البحث أيضا عن الحل الفردي في ظل عودة المنتخب العراقي اللي يلعب برأس حربة وحيد، ورأس حربة هذه الطريقة اللي يعتمد عليها المدرب راضي الشنيشل 4-5-1 كما كانت في المباراة الماضية اللي جمعتنا في المنتخب العراقي في الذهاب، والمحاولة الآن بتصل في الجهة اليمنى إلى أحمد علي، لاعب على لاعب لديه الأفضلية، أحمد علي يتقدم ولكن المدافع بيخلصها من أمامه. تسرع كبير في نص الملعب، استعجال، قلة في التركيز في التمرير، نشاهد كرات خاطئة من الطرفين، ولذلك نشاهد فرص قليلة حتى الآن في شوط المباراة الأول بعد الهدف اللي سجله أحمد علي. أيا كانت الظروف، أيا كانت الأجواء، أيا كان الأداء، النتيجة هي الأهم. النقاط الثلاث، استعادة نغمة الفوز مرة أخرى، القفز إلى المركز الثاني والوصول خلف المنتخب الأوزبكي، هذه اللقطة التي كان يطالب فيها اللاعب رقم 5 المدافع زايد خلف بخطأ، والذي أشار حكم المباراة نواف شكر الله إلى استمرار اللعب في اللقطة الماضية. الكرة بتعود لمصلحة المنتخب العراقي في الجهة اليمنى، في انطلاقة وتقدم وكرة بينية، وصلت الكرة إلى مهند، ولكن ممتاز خميس إسماعيل في قطع الكرة، محاولة من جانب علي مبخوت. شباب
خميس اسماعيل الان في نص الملعب لمصلحه منتخبنا الاولمبي. هذه الكره، الكره بتعود الان في الجهه اليسرى من جانب اللاعب محمد احمد الى عامر عبد الرحمن. عوده لاعبي المنتخب العراقي في حال فقدان الكره، تضييق المساحات والضغط على حامل الكره في الاسلوب المتبع حتى الان في هذا الشوط. الكره بتصل من جديد عن طريق اللاعب محمد احمد. عده مدربين تواجدوا في التصفيات المؤهله في السنوات الماضيه لتدريب منتخباتنا الاولمبيه التي حاولت، وعده محاولات وعده مباريات، لعبنا اكثر من 50 مباريات في التصفيات على مدار التاريخ. منتخبنا حقق 18 فوز في تاريخه في هذه المباريات من اصل 51 مباراه خاضها منتخبنا في مدار تاريخه في المشاركه في التصفيات الاولمبيه. في 7 المشاركات السابقه اول هدف مسجل في التصفيات كان امام المنتخب العراقي في المباراه اللي جمعتها مع المنتخب العراقي واللي انتهت بهدفين مقابل هدفين في تلك التصفيات المؤهله الى اولمبياد 84. تلك المباراه اللي سجل فيها عدنان الطلياني وسجل فيها ايضا علي حسين وحسين السعيد للمنتخب العراقي في ذلك الوقت. أول مباراة نفوز فيها في التصفيات كانت على الأردن 88-3-0 يومها فات خميس، سجل هدفين وعبد الله السلطان في ذلك الوقت. الآن أحمد علي والبحث عن الحفاظ عن هذا التقدم للحصول على أول فوز في هذه المجموعة. لم يسبق أن فزنا على العراق أو على أوزبكستان في التصفيات المؤهلة إلى الأولمبياد على مدار التاريخ. أيضا الكرة بتتحول إلى ضربة ركنية، هذا هو أحمد علي يتركها إلى عامر عبد الرحمن اللي راح ينفذ الضربة الركنية. كرة ثابتة طول القامة يمكن لاعبي المنتخب العراقي، ولكن طريقة التنفيذ توقيت الارتقاء عامر عبد الرحمن ولذلك تفضيل لعب الكرة بشكل قصير. الله على عامر حبوش في مكان، تصويبة من راشد، متابعة تأتي، الكرة ما زالت حائرة وتربك مستمرة، الكرة بتعود كرة من حكم المباراة والخطأ ياتي الان على راشد عيسى. كرة بتضيع، ضربة ركنية تنفذ بشكل ممتاز، لعب الكرة العرضية الأرضية كانت ممتازة من حبوش، لكن الخطأ يحتسب على اللاعب محمد أحمد. واضح أن مهدي أيضا ركز على هذه الأمور في الضربات الثابتة والكرات الركنية، تنفيذ الكرة بشكل قصير أيضا واللعب على الأرض. الكرة طويلة وإلى الأمام، أمجد راضي بالقوة البدنية يحاول أمجد راضي، ماضي سعد سرور في المرة الأولى، سعد سرور في المرة الثانية، الكرة بتعود عن طريق اللاعب عبد العزيز هيكل اللي يعيد الكرة إلى الحارس خالد عيسى. طويلة وإلى الأمام من خالد عيسى، تعود الكرة مرة أخرى إلى مهند، خطف عبد العزيز سنقور بشكل سليم، تعود الكرة في الجهة اليسرى باتجاه راشد عيسى. عامر يا سلام، الله يا عامر، عامر عبد الرحمن مرور في هذه الكرة تمريرة، لكن الكرة أيضا لا تصل، تعود من جديد إلى عامر في نص الملعب. منتخبنا بشكل أو بآخر وإن كان بشكل نسبي أفضل في شوط المباراة الأول أداء ونتيجة. حبوش بيعدي، حبوش بمر، راشد يتوغل، راشد يصوب بغير راية، علي مبغوت تمريرة تأخر فيها، كم ممكن يصوب فيها راشد عيسى، كم في مساحة للتصويب، ولكن الكرة بتعود مرة أخرى عن طريق لاعب راشد عيسى. الكرة معه يقاتل ويؤدي أداء ومجهود حتى الآن ممتاز في شوط المباراة الأول. حبوش استلام، حبوش تحضير، حبوش دوران، الحكم يشير إلى خطأ لمصلحة حبوش صالح. برافو حبوش بمهارة فيها مرور وفيها انطلاق ولكن فيها صافرة وخطأ، صافرة وخطأ. شوف هذه اللقطة، والخطة اللي يحتسبها حكم المباراة نواف شكرا لمصلحة اللاعب حبوش صالح. دكة المدراء عدة لاعبين يتواجدون في المباراة. اليوم المباراة الأول سيناريو ممتاز جدا، هدف جميل جدا في استاد حمد الكبير. أحمد علي صافرة حكم المباراة نواف شكر الله. مشاهدينا متابعينا في كل مكان تنهي أحداث شوط المباراة الأول سيناريو ممتاز جدا، هدف جميل جدا في استاد حمد الكبير. أحمد علي
صافرة حكم المباراة نواف. شكرا لمشاهدينا متابعينا في كل مكان. تنهي أحداث شوط المباراة الأول سيناريو ممتاز جدا، هدف جميل جدا في استاد حمد الكبير. أحمد علي صافرة حكم المباراة نواف. شكرا لمشاهدينا متابعينا في كل مكان. تنهي أحداث شوط المباراة الأول سيناريو ممتاز جدا، هدف جميل جدا في استاد حمد الكبير. أحمد علي صافرة حكم المباراة نواف. شكرا لمشاهدينا متابعينا في كل مكان. تنهي أحداث شوط المباراة الأول سيناريو ممتاز جدا، هدف جميل جدا في استاد حمد الكبير. أحمد علي صافرة حكم المباراة نواف. شكرا لمشاهدينا متابعينا في كل مكان. تنهي أحداث شوط المباراة الأول سيناريو ممتاز جدا، هدف جميل جدا في استاد حمد الكبير. أحمد علي صافرة حكم المباراة نواف. شكرا لمشاهدينا متابعينا في كل مكان. تنهي أحداث شوط المباراة الأول سيناريو ممتاز جدا، هدف جميل جدا في استاد حمد الكبير. أحمد علي صافرة حكم المباراة نواف. شكرا لمشاهدينا متابعينا في كل مكان. تنهي أحداث شوط المباراة الأول سيناريو ممتاز جدا، هدف جميل جدا في استاد حمد الكبير. أحمد علي صافرة حكم المباراة نواف. شكرا لمشاهدينا متابعينا في كل مكان. تنهي أحداث شوط المباراة الأول سيناريو ممتاز جدا، هدف جميل جدا في استاد حمد الكبير. أحمد علي صافرة حكم المباراة نواف. شكرا لمشاهدينا متابعينا في كل مكان. تنهي أحداث شوط المباراة الأول سيناريو ممتاز جدا، هدف جميل جدا في استاد حمد الكبير. أحمد علي صافرة حكم المباراة نواف. شكرا لمشاهدينا متابعينا في كل مكان. تنهي أحداث شوط المباراة الأول سيناريو ممتاز جدا، هدف جميل جدا في استاد حمد الكبير. أحمد علي صافرة حكم المباراة نواف. شكرا لمشاهدينا متابعينا في كل مكان. تنهي أحداث شوط المباراة الأول سيناريو ممتاز جدا، هدف جميل جدا في استاد حمد الكبير. أحمد علي صافرة حكم المباراة نواف. شكرا لمشاهدينا متابعينا في كل مكان. تنهي أحداث شوط المباراة الأول سيناريو ممتاز جدا، هدف جميل جدا في استاد حمد الكبير. أحمد علي صافرة حكم المباراة نواف. شكرا لمشاهدينا متابعينا في كل مكان. تنهي أحداث شوط المباراة الأول سيناريو ممتاز جدا، هدف جميل جدا في استاد حمد الكبير. أحمد علي صافرة حكم المباراة نواف. شكرا لمشاهدينا متابعينا في كل مكان. تنهي أحداث شوط المباراة الأول سيناريو ممتاز جدا، هدف جميل جدا في استاد حمد الكبير. أحمد علي صافرة حكم المباراة نواف. شكرا لمشاهدينا متابعينا.